كنت أظن أن القصر في الصلاة عند السفر بالخيار، وكنت أصلي الصلاة رباعية، فما حكم ذلك؟ وماذا أعمل في الصلاة التي صليتها رباعية، علما بأن مسافة سفري كانت 1000 كيلومتر، وخاصة أنني لم أتذكر عدد الصلوات التي صليتها لأن سفرنا كان متكرر. القصر في السفر سنة ليس بواجب، ومن أتم فصلاته صحيحة، فالإتمام جائز ومجزي ولله الحمد، والقصر أفضل، فما فعلته يكون خلاف الأولى وصلاتك صحيحة. نعم.